الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، وعلى آلك المظلومين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا. أأنسى حسينا بالطفوف مجدلا على ظمأ، والماء يلمع طاميا، فوالله لا أنسى بنات محمد، بقينا حيارى إذ فقدنا المحامي، هناك انثنت تدعو ومن فرط الأسى ضرام غدا بين الجوارح وريا وتنعى أخاها السبط زينب مذ غدت تنادي بصوت صدع الكون عاليا، أخي لم تذق من بارد الماء شربة، وأشرب ماء المزن بعدك صافيا، أخي يا هلال غاب بعد كماله فأضحت به أيام سعدي لياليا، أخي علي عزيز أن أراك على الثرى يا أبو عبد الله، علي عزيز أن أراك على الثرى، عليك عزيز أن ترى اليوم ما بيا مهان، لعبي زمان هان مهان، وليالينا القضت يا أخوي، ليالينا القضت يا حسين مهان، يا ابن أمي علي فرقك
اي ما هيا اي نروح ميسر لابن الدعيه. نادت يا خويا يا راحت المنيه للذي مفقود راحت وبقيه تصفج على الطيبين. يا خويا راحت الليالي الجانت ويا حسين راحت وليالي الحزن رتن علي ايلي ايلي الحزين رد ايين رد ايين علي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. منا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. لحظات استجابة الدعاء. مجلس الحسين كقبة الحسين، نسأله تعالى أن لا يفرق جمعنا وإياكم إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية للدنيا وللآخرة، ونسأله أن يعجل لوليه الفرج والعافية والنصر ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. كل إنسان في الحياة الدنيا يعتريه الفناء. الحمد لله الذي توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بمن بالموت أحسنت. والفناء مو فقط الإنسان، لا، كل شيء على وجه الأرض يبلى يروح ينتهي. الله تعالى نسب لذاته المقدسة إنا، قال تعالى إنا لجاعلون، اللام للتأكيد، هنا لجاعلون ما عليها يعني ما على الأرض. إنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، تصير خالية ومستوية الأرض، الجبال تدك، البحار تغور، السهول تنتهي، بنايات، عمارات، فلوس، كذا كذا كذا، كل يروح. كل من عليها أحسنت، الكل يفنى. من اللي يبقى؟ ويبقى وجه ربك أحسنت، بس هذا اللي يبقى، كل يروح. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول يا ابن آدم تفكر، خل عقلك براسك، فكر، ركز، دقق. يا ابن آدم تفكر وقل أين ملوك الدنيا؟ أنت المتهالك على الدنيا، الكاتر روحك عليها من حلالها ومن حرامها ومن خيرها ومن شرها ومن حقها ومن باطلها. شوفك أنت كمواطن عادي أو كبشر عادي أو كمسلم مكلف عادي، شوف أقطاب الدنيا، ملوك الدنيا، تفكر وقل أين ملوك الدنيا ومن مدنوا مدائنها وشيدوا قصورها وغرسوا أشجارها وحفروا أنهارها، كيف أصبحت ديارهم خراب خراب. وين قصر جمشيد؟ وين أموال قارون؟ وين فلوس المتوكل؟ وين هارون الجلهة أينما تمطرين في أرضي
وين الحجاج؟ وين 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 صدام الآخر آخر مهجوم من الماجي؟ وين ذولا؟ راحت أكل عليهم الدهر وشرب. أين ملوك الدنيا ومن مدنوا مدائنها، غرسوا أشجارها وشيدوا قصورها وعمروا بنيانها وحفروا أنهارها؟ كيف أصبحت ديارهم خراب؟ بعد يوسع الدائرة أو يضيق الدائرة أكثر المولى أبي عبد الله صلوات الله عليه يقول: أذكر مصرعك بين يدي أهلك، إذ لا طبيب ينفعك ولا حميم يدفعك. ثم بكى أبي عبد الله الحسين واختتم كلماته الدرر، قال: أين الملوك التي عن حفظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ تلك المدائن بالآفاق خالية عادت خرابا وبات الموت بانيها، أموالنا لذو الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها. إذن مقتضى القاعدة أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب أبي عبد الله الحسين ومدرسة أبي عبد الله الحسين، وأحد أهم الأسس والمفاهيم اللي نفهمها من مدرسة عاشوراء الانقطاع إلى الله والتقرب إلى الله بكل قول أو فعل. البارحة أنا شنو قلت لكم؟ قلت لكم احنا رسمنا صور من يوم عاشوراء، كل واحد يحاسب نفسه، يشوف نفسه بيا طريق واقف، بطريق حبيب، بطريق جون، بطريق مسلم بن عوسجة، لو بطريق عمر بن سعد. هي اكو ناس تسوي ذنب يصير بطريق عمر بن سعد، اكو ناس يصير بطريق عبد الله بن الحر الجعفي اللي ذكرنا، اكو ناس يصير بطريق حبيب. اي اكو، ليش مو اكو؟ لو خليت قلبت اكو اهل صنائع المعروف موجودين ان شاء الله، اهل الخير هم موجودين ان شاء الله، ممكن يكونون قلة، ممكن مو ظاهرين للعلن. إيه لكن تسألني موجودين لو لا؟ إيه نعم موجودين إن شاء الله موجودين، ما يخلى منهم الزمان، إن شاء الله موجودين، ليقدمون إلى الله. أفضل درس نتعلمه أو نستلهمه من مدرسة أبي عبد الله هو أننا نتقرب إلى الله تعالى بكل قول أو عمل أو فعل، نفرض رقابة على أنفسنا، فشلة من الله وفشلة من الحسين. إذا صارت عندنا فشلة من الله وفشلة من الحسين، والله العظيم لا نحتاج مركز شرطة، ولا نحتاج واحد يحكمك، ولا تحتاج لك سجين، ولا يحتاج قاضي، ولا تحتاج محكمة، ولا كل شيء، لأن الفشلة من الله والحسين كلش كبيرة. بعد الإنسان هو بحد ذاته ما يرتكب خطأ، يفرض على نفسه. يسمون العصمة متنقسم نوعين، العصمة الإلهية الخاصة بالأربعة عشر معصوم، وأكو عصمة سلوكية من حذى حذوهم وسار على نهجهم اعتصم بالعصمة السلوكية، ما يسمح لنفسه أن يفكر بالخطأ، مو أن يرتكب الخطأ. هو هذا المطلوب من دماء سيد الشهداء. تريد توصل لهاي النتيجة، أن تخلق مجتمع مثالي، مجتمع يخاف الله، مجتمع يحذو حذو آل النبي، حذو النبي وآله في كل قول أو عمل أو فعل. من تطلع برا تقول ماكو، ممكن ممكن ماكو، لكن بالطرف الآخر هم أكو. سلماكو منين؟ الماكو من رأس الهرم والتشعلي ذاك السبثلان. رأس الحكمة مو شنو؟ رأس الحكمة مخافة الله. لو أكو مخافة الله بينه وبينكم، لو أكو مخافة الله، أد المسؤول. اليوم البيوت اللي قاعدين بالتجاوز، السآني مو جاي أشجع المواطن أن يتجاوز على أرض الدولة، لا أبدا ما أشجع، ولكن يا جماعة الخير هن يقولون نقعد أعوج، بعد هنا أنا أهل الديوان ونعم منكم، نقعد أعوج وحشي عادل، خلنا حشي عادل. أكو ناس ما عدها سكنة اضطرت تسكن بالتجاوز، ما عدها. تجي تلقي واحد مثلا عنده مستحوذ على أرض تجاوز، روح دقق عليه، طب مرض، روح ذبه بالسجين، روح غرمه، روح أخذ منه فلوس، روح شسوي بيسوي. لكن أكو ناس ما عدها، أكو ناس يا جماعة الخير جوعانة، أكو ناس مضطر، مضطر أن يقعد بهذا المكان. أنت يوم اللي جبت الشفل وفلشته، هي يمكن هي دعاية سياسية أنا أصورها هالشكل قبل الانتخابات حتى يكون الوضع، الله يربك أعمارهم، بكون الله يخصف عمر كل من يريد بهذا الشعب السوء، الله ينتقم ممن كل
ظلموا ساهم في ظلم هذه الناس. المهم انت اليوم تجي تفلش بيت علي هذا، هذا وين يروح؟ روح انت دقق، شوف الأجهزة الرقابية، الشرطة المجتمعية، قل لهم بويا سألوا لي عن هذا، عنده اذا عنده طبه بتجير وبتجهنم، روح مو بس اذا احرقه ما له علاقة بيك، بس اذا ما عنده، اذا هو جوعان هذا من تقومه وذبه هو وعياله واطفاله وعرضه بالشارع، وين يروح؟ زين ذولا اكو اكشاك حتى مأجره من البلديه، مسوي عقد ويا البلديه، هم جابوهم شالوهم، هذا اللي حصل له 5-6000 دينار يجيب لقمه خبز لعياله، هذا من جيته وقطعت رزقه قطع الاعناق ولا شنو؟ ليش تقطع رزقه؟ زين انت بيك حظ موفر له بديل، انا من سديت دكانه، سمو تسأل تقول الشارع ليش بيبوق وليش بيسرق، هذا مو مبرر للسرقة والبوق والنهب والسلب، أنا ما جاي أبرر فعل شنيع حرام ما أبرر له، ولكن أنت من تسألني ليش جاي تكثر الجريمة، أقول لك يا أخي أشبعوهم وطالبوهم بالفضيلة، اترس بطنة وبعدين قل له تعال صير خوش آدمي، لولا الخبز لما عبد الله، الحكمة تقول لا نداء فوق نداء المعدة، هذا جوعان اترس بطنه وبعدين قل له تعال صلي، اترس بطنه وبعدين قل له تعال صير خوش آدمي، اترس بطنه وقل له بعدين لا تتعارك ولا تسوي طلابه، أخي الناس جوعانة، سمني تروح لك أنت الواحد وراء أسوار الخضراء بعض منهم إذا تسأله تقول أبوي الشعب جوعان خبز ما عنده يأكل، يقول لك إذا ما يأكل خبز خوخه يأكل كيك، مش مدري ما يدري. اجا واحد بزمن المتوكل العباسي جاب قطعة من الفحم كتب على قصر المتوكل متذمر جزعان روح لعبانة، كتب على قصر المتوكل يا دار جمع فيك اللؤم والشوم متى يعشعش في أرجائك البوم، عد العرب والبوم نذير شؤم، عد العرب شون تدعي على واحد تقول له عسى الله ياخذ عمرك، الله يطيل أعماركم إن شاء الله، شلون تدعي على واحد تقول له الله ياخذ عمرك، تقول كون الاغراب ينعب بيتك، هالشكل تدعي عليه كانت الناس، يا دار جمع فيك اللؤم والشوم متى يعشعش في ارجائك البوم، المتوكل قال له تعال شوف هذا واحد هالشكل كتب على جدار القصر، طلع شاف قال جيبوه، جابوه المتوكل صايرات قال له تهن عيونه براسه عيونه حمر، نظر اليه نظره غضب، تعال شنو انت تكتب على قصري هالشكل؟ هو انت اللي كتبت لو غيرك؟ قال لي انا اللي كتبت، قال له اصلا حتى ما تتنازل وتقول مو اني، قال له لا ما اقول لك مو اني، اكذب عليك انا اللي كتبت، قال لي ليش كتبت؟ قال انا اقول لك اني وعيالي جاي ننام يوميا نحن الى القرص المأدوم او الأدام مع القرص، احنا يوميا بات جوعانين خبزه ما عندنا، وانت قاعد هنا تتكدس اموال المسلمين بين يديك من الصفراء والبيضاء يعني من الذهب والفضه، ومعدتك متروسه وعيالك مرتاحين واولادك مترفين، وانا يوميا احن على كسره الخبز، انا شو اللي بظلتك تحكمني؟ شنو مجرد اشوفك اسمر طويل شو اللي بيكاني؟ شنو علاقتي بدينك؟ انا قبل مسولفها شنو علاقتي بدين المسؤول؟ يلبس اسود يلطم يقعد بوه الخاط يقعد باخر خاط مسيحي بوذي هندوسي ماسوني نصراني، انا شنو؟ هذا شيء هو وربه، انا اريد منه خدمه، اريد منه خدمه، هذا الصيف تفضل هذا انا حكيت خلي شاهدك وياك، هذا صيف ابسط حق من حقوقنا كهرباء ماكو، شو اللي بدينك انا؟ شو اللي بصلاتك؟ شو بما تنفعني اذا صليت واذا ما صليت؟ اذا خير واذا ما خير؟ إذا لا تقعد بينك وبين، أنت ما تقعد تكذب على الله، الله يعرف نيتك مطلع على سريرتك. عاد هذا المتوكل من سمع من عنده قال يعني أنت جوعان؟ قال طبعا جوعان، أنا الليلة ما خبز كسرة خبز ما حصل، أنام على الجوع وأقعد على الجوع، شال مبلغ من المال الطاقة اللي روح سد رمقك، هم أشرف من الجماعة، هسه الجماعة ماكو يفلش الكشيك ياخذ باب رزقه ولا فلس، يفلش بيته ما وهاي تشول الصحارى ظلة بغداد المحافظات تشول تشول ظلة وزعوها عرصات مو الكبهاتكم عط الوادي مختبني وزعوا له عرصات ما اعرف ايش تحكي بعد يعني انا متعبنا
البارحة واحد من الشيوخ يقول لي شيخ لشو الأيام ما جيت أحكي عليهم، ماكو فايدة، قبل كانت الكلمة بيها فايدة، مو الحرام كل ما يزود، هاي لقمة الحرام بيها آثار وضعية، بيها آثار وضعية، واحدة من هين تموت الغيرة، لقمة الحرام تميت القلب، تذهب البهاء، تذهب نور الوجه، واحدة من عدهين يقوم من يسمع صوت الحق يراه باطلا يقوم يطبب منه طلع منه ما يهمشي، ماكو فايدة. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، ممن ظلمنا. الإمام الصادق يقول الدعاء إذا تدعو باسم دماء عبد الله الرضيع عند الله مستجاب، نقسم على الله بدماء عبد الله الرضيع أن ينتقم لهذا الشعب ممن ظلمه، سموا وزقوا ببطنه وبطن عيال البايق من هذا الشعب دينار واحد. بعد شحكي أكثر من هذا، مو أقول لكم خلنا نسولف على مصيبة الحسين أحسن لنا، والله أحسن لنا هذا الحكي يقهر، اشتعلنا شيب وإحنا بعدنا صغار. اذكروا محمد وآل محمد. والله من وراء هاي الوادي اشتعلنا شيب وإحنا بعدنا صغار. فكل شيء في الدنيا يبلى، كل شيء يروح، من اللي يبقى؟ يبقى البارحة قلنا أنا سابقا ذاكر هاي المعادلة، أكو مال المال وأكو شنو البنون، مو يعبر عنهم زينة الحياة. وبعد شو يقول النقطة الثالثة شنو؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وبعد والشنو؟ والباقيات الأحسن. هذني ثلاث موازين في الحياة، مال وبنون وباقيات صالحات. بالطرف الآخر يعني أكو باقيات فاسدات لو لا؟ إنا قال تعالى للذات المقدسة إنا، أنا المشكلة الوقت هنا ورانا بعد فقرات وأريد أن أختصر، خلوا هذا البحث اللي بديت بيه إن شاء الله باكر أكمل لكم إياه، خليني اليوم أسترسل بحديثي باختصار. إنا قال تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، وشنو بعد؟ آثارهم. هنا شغل يا جماعة الخير، شغلنا ويا آثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، الأثر من الباقيات الصالحات لو من الباقيات الطالحات؟ الأثر. كل شيء في الدنيا يفنى ويروح، هنا محل الشاهد من هذه المقدمة، كل شيء يروح، كل شيء ينتهي، كل شيء هالك إلا وجهه، والإنسان يخلد ويتجه إلى الله بعمله. عملك صالح أنت روح عليك بالعافية من ربع الحسين، عملك طالح بالجير وبالجهنم ورا عمر بن سعد. الإمام أمير المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه ضرب مثالا في المال والبنون والباقيات الصالحات، ضرب مثال، قال أكو واحد اتعرض لنائبه، مشكلة صارت عنده وأقيمت عليه دعوة قضائية، وصار يروح للقاضي، والقاضي ممكن يطلع إفراج وممكن يحكم إعدام، فالقضية صعبة عليه، هو مستعصية. يقول راح عنده ثلاث أصدقاء بالليل، دز على أول واحد قال صديقي أنا هالشكل عندي، وهاي طلاب تطلابه وما أدري يجوز أن حكم إعدام وممكن أنه القاضي يطلق سراحي، صديقه ايش قال له؟ قال له أنا ما لأروح وياك وأطب محكمة وما أعرف إيش، أنا ما أقدر، أنا بالنسبة لي راح أصير بخدمتك، الدنيا باردة، عندي بطانية جديدة راح أشيل هاي البطانية أعطيك إياها، أحكيها حتى أقرب لك الصورة، أحكيها بلهجتنا حتى أختصر الوقت، قال له هاي بطانية تأخذها من عندي هدية أنا أعطيك إياها، قال خوش بس، قال هذا حد وياك، راح دز على صديق الثاني. صديق الثاني هم قال له هيك دعوة وكذا وخاف يحكم نعدام وخاف يطلعني فراج، قال بسيطة، أنا بالنسبة إلي جزاء خوتي وياك وعلاقتي بيك أوصلك أصعدك بسيارتي وركبك ومشي وياك أوصلك الباب القاضي، سواكو قبل كانت سيارة لكن أنا أقرب لك الصورة، قلت لك جاي أستخدم المعقول بالمحسوس، أراكبك خلي نقول على الفرس وأوصلك الباب الحاكم بعد وراها ما عندي شغل يمك، قال بس قال بس، قال نعم الله عليك، دز على صديق الثالث
هم قال له يا ابو فلان انا هيك بي واحد اثنين ثلاث. ابو فلان قال له ابشر. الصديق الثالث قال له ابشر، انا اطلع وياك، او بالاحرى ليش اطلع وياك؟ من الليله راح ابات يمك، باكر الصبح اطلع وياك واطب وياك للقاضي، اذا حكمك القاضي افراج انا طالع وياك، واذا حكمك القاضي اعدام اقول له هذا اخوي وصديقي ما اقدر بلا اعدمني وياه، وانا وياك وين مصير انا وياك. اصحاب الامام يسالون قالوا له من ذولا يا اصدقاء الثلاثه؟ قال كل بشر منكم عنده ذولا الاصدقاء الثلاثه. قالوا له من يا امير المؤمنين؟ قال اما الصديق الاول هو المال، الفلوس قاتل ارواح عليها الناس، تتعارك وتتماطر وتتذابح ويسفك دم، لأن تزولا السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم تسفك من حرام. سماوات والأرض تزول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يجي النبي مر على الكعبة يقولها ما أجمل صورتك بالمضمون وليس بالنص، وما أطيب ريحك، وما عظم شأنك عند الله، فوالذي نفس محمد بيده إن حرمة المؤمن عند الله أفضل من حرمتك بسبعين وبسبعين 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 مرة. المؤمن حرمته حي كحرمته ميتا. على عانتين ثلاثة تكاتلوا، على دينارين ثلاثة تكاتلوا، بالنتيجة الأموال أنت هسه من شرقت وغربت وطولت وعرضت، وكناس بشرك لا خميس لا زكاة لا حق الله أبدا ما أخذ الشخيط، لبال الدنيا دايمت له، لبال عود راح يموت ويطلع لابن ويقول والله خطي أبوي خلى خمس فلوسه. أنا أعرف واحد مات يوم الثالث شتموا أولاده، شتموا قال له هج من دقطين السند مال العمارة باسم من خلفتين، هذا قال له المحامي مات أبوي شو اسمه هذا، قال له مو أبوك، قال له هج من روح أبوك بعد الثالث ما طالع. هذا كتاجر بإيران، اختصار هج باختصار، تاجر في إيران استوى طايح العنب فاكهة جديدة، وعادة عادة هن قبل هسه يمكن هن في إيران هالعادة موجودة، من تنزل فاكهة جديدة أو أكلة جديدة أول ما تنطبخ بثواب أهل البيت، هذا راح جاب له كم كيلو عنب يجوز ثواب لأهل البيت. وقت الغروب قال هم فلان أنا راح أصلي بالجامع وأرجع، هاي سلة العنب عندك، هو تاجر ثري أكلوا أنتوا والصغار وذا زاد خلي لي نعم الله عليك. دار وجه وراح زلمتنا صلى ورد، رد باوع للسلة مال العنب لقاها فارغة ولا حباية عنب. هو هم ما كذب خبر، ثاني يوم طلع لزم المعامل بيعهن، لزم العقارات بيعهن، لزم العدة كل ما عدك، سوى له حسينية، بنى له جامع، زوج له يتيم، عالج له مريض، ساعد مسكين، خمس، زكر، رتب أمره، نظف فليساته والزايد شوية، طاحن الفروخة الأولاد قالت نحن بالمضي نقول فارغ، طاحن لنا فارغ، فضل يا غاتي، خلصت علي. أم فلان ليش حجي بعت المعامل والبيوت؟ قالها وليش بكيلو عنب ما ذكرتوني بحباية، باكر عوداني أموت وتقولين هذا الرجل يخلص صدقت وبزريج. كلام اللي لكم عدل لو عوج عشت يدك حباية عنب ما ذكرتوني ضميتوني منها، عود باكر أنا عيف لي شاي الثروة وتسوين ثوابتي ما أدرس. الله يرحم حجي ثويني، ما الله يحفظ ويلاد إن شاء الله نعم الله عليهم، يذكرون أبوهم سوي الحسينية وين هاي ذولا لأن تربيتهم على أولية جوز باكر عقبة هم فجيني يعني ثلاثة من عندهم بعدها متروا هاي السالفة إن شاء الله كون على 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 حل قولت أن على حس آبائهم. وين تلقى هذا حاط أبوه الله يرحم أبوي وثوب لأبوي وحط حسيني لأبوي وينكم؟ يقول لك عدنا ثلاثة أيام ثالث الفاتحة مو مخلص بعد هالوادي مديها ما مغسلتها من العشاء، هم طبوا بالبراني واحد شتمه بالثاني. فقال لهم الصديق الأول هذا المال اللي قال لأني أطيك البطانية تتغطى بها من البرد، هاي فليساتك من فلوسك ملياراتك هذا وإيش تطلع من الدنيا تطلع بها لكم متر متر وربع مش كثر هذا الكفر اللي في فوق هذا حق فلوسك الله وياك. الصديق الثاني منه قال الصديق الثاني، احنا شوفوا مو احنا مركزين على نقاط مهمة اخواني، المال وشنو احسنت البنون. هذا صديقك الثاني ابنك التعبان علي ربيته وكبرته وداريته وسهرت عليه ليالي وتحملت المشاق وتحسب له أصبع أصبع شوكت يكبر، تالي هو حد وياك الحفرة القبر قال لك والله يا أبويا ما أقدر بعد أندفن وياك تفضل. البنون هذا إذا يطلع ابن بار يدفن أبوه، أعرف ناس راحت حتى دفنة تبهاتها ما حضرتها، والله واحد خابره قال له لو أبوك مات قال أنا استولي محصل الإقامة البريطانية يا أبوي يا دين عمد أولي
ما شو اسوي؟ لا الله يرحمه، انا بريطانيا راح اقرا الفاتحه. إيه؟ قال حصلت الاقامه انا بلندن هسه. لك ارجع، هذا ابوك. قال ارجع يا ابوي، هناك اقرا الفاتحه. روح. هاي هي الدنيا، هي الدنيا. خليل ما يدوم، الحبيب ما يدوم، الاخو ما يروح. اخوان تاخذتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما قاتلات فراموها ولكن في فؤادي. ماتوا الأخوة هم يروح، صديق، قرابة، عريف، محبة، علاقة، كل إنساك هذا. منو ليش أنت منو؟ تنسي تروح إلى متى؟ تروحت متى؟ مو ينساك ورا سنة سنتين، لا، ينساك أول ما يحطوك بالتابوت. ما عليك بالبكي مادة. يقول الشاعر: كأني بأحبابي على حافتي قبري يجولون في جنبي وأدمعهم تذري، ألا يا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. لا ليش بيومين؟ هو بس يحطون بالتابوت. شي يصيحوا لك عمرك شقد؟ 50 60 80 سنة؟ يصيحوا لك فلان، بس حطوه بالتابوت صاروا يشيلوا الجنازة. أكو واحد يقول شيلوا فلان؟ أصلا حتى اسمك العلم المعروف أنت بيره. فمن اللي يبقى؟ يبقى الصديق الثالث اللي هو العمل. يا جماعة الخير، أفلح من هيأ زادا لمعاده. هنيالك يلي تفكر بآخرتك، هنيالك يلي تقدم الباكر. الدنيا قصيرة، أعمارنا مثل الجليد تذوب، فمتى نعود لربنا ونتوب؟ وجمال أيام الشباب وزهوها كالشمس تشرق والمصير غروب. روح، هذا الجسم، هذا الجسد اللي انت تعبان عليه، كل لازم تحلق عند واحد خاص وتلبس هدوم حلوة جديدة لازم نظيفة، وما اعرف تجيب الصابون مدري منين والشامبو والمعطرات وتقلب الدنيا، وبعدين هذا نتيجة شنو؟ قالت: وقد سلخ ابتسامتها الأسى، صدق الذي قال الحياة غرور، أكذا نموت وتنتهي أحلامنا في لحظة وإلى التراب نصير، وتموج ديدان الثرى في أكبد كانت تموج به المنى وتمور. ها نتيجة ياكل بيدود. إذن من اللي يبقى؟ اللي يبقى وياك الباقيات اللي ياهم منهن، الباقيات الفاسدات ما يفيدن، الباقيات الطالحات اللي ما يتحاسب عليهن ابن آدم قبل الجهنم يولي ياخذ جزاء، لكن الباقيات الصالحات يقول: وخير الباقيات الصالحات هو التعلق بحب محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن حبي وآل بيتي ينجي في 7 مواطن أهوالهن عظيمة. إذا قلبك صدق يحب محمد وآل محمد ومطبق أهدافهم، وحسين صدق، هذني أهوالهن عظيمة 7 مواضع باختصار. قال: الموت وسكرات الموت في القبر، عند البعث، النشور، عند تطائر الكتب، عند وضع الميزان، وفي القيامة. ويوم القيامة ذني 7 مواضع ينجيك التعلق بالحسين، ينجيك التشبث بالحسين، يخلصك. ليش؟ لأن الحسين أعطى كل شيء إلى الله فأعطاه الله. شنطة قمطة. إن كان يوم عاشوراء الحسين إيش قال؟ قال: إن كان يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أنا على يقين، وهذه عقيدتي وأموت على تلك العقيدة إن شاء الله، إن الحسين يوم القيامة الله يقول لي: يا حسين خذ من الشفاعة حتى ترضى. من على من انت ترضى؟ انت رضيتنا وقدمت لنا كل شيء، احنا من قدم لك كل شيء. وش قدم كل شيء؟ وخلى شيء ما قدم الحسين؟
بدأ هي المسيرة مسيرة الدم، بدأها بولد وخلصها بولد. وشون ولد؟ هذا أبو 6 شهور. شنو ذنبه؟ لا شايل سيف، لا قاتل، لا ضارب، عجيب بريء. 6 شهور، الله أكبر، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها، مصيبة صعبة إذا تتأملها يا جماعة الخير. 6 شهور، الله. وأثكلوا به أمه. سأنبي خلال الحديث، أنا ما كنت نيتي أروح أنا على عبد الله الرضيع، هي أجتها الشكل والله. خلال الحديث تذكرت حديث الإمام الصادق أن من أقسم على الله بدماء عبد الله الرضيع حري على الله أن يجيبه، يستجيب له عفوا. تدعو تقول إلهي بحق دماء عبد الله الرضيع، حج عندي موضوع، الله يقول لك أخذ. طفل 6 شهور. وجن الليل على أمه ولا تكاد تهدأ، خصوصا هاي المرة كانت عطشانة وصدرها جاف من اللبن، اجت ساعة شربت الماء فأوجعها صدرها على ولدها. شوف هاي ليلة 11 كانت أقسى ليلة على آل البيت. يا ليلة 11، آهش عظم هالليلة، ليلة عظيمة كانت، قاسية جدا. اجت زينب، شافت الإمام زين العابدين هاستوى مركبيلة الجامعة، إذا مجلسكم بسادة خلي يسمحوا لي أعتذر منهم، مركبيلة الجامعة والدماء تشخب من عنقه بأبي وأمي، شافته يجود بعنقه، قلت لمالي أراك تجود بنفسك يا بقية أهلك، إنه لعهد من الله إلى جدك وأبيك، سينصب هاهنا لقبر أبيك علم فطف على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئمة الجور وأشياع الضلال على محوه وتطميسه فلا يزداد إلا علوا. التفت لها قالها عم زينب، أو أحصيت النسوة؟ النسوة هم دورتيهين هم جمعتيهين؟ أخاف وحدة طاحت تحت حافر خيل، أخاف وحدة غارت عن عيوننا وإحنا ما ندري بيها. قالت لها أنا طالعة راح أدور. طلعت زينب على باب الخيمة وشافت لها فارس يحوم حول المخيم، شالت راسها قالت لمن أنت وما تصنع؟ الفارس باوع عليها من هوان الدنيا على الله، قال لها علك زينب. ويصعب هذا السؤال، هذا يجرح قلب الحسين. ما أجابت، تم عليك مني أنا منو أنت منو؟ قالها أكيدا أنت زينب، لأنه ما وحدة تطلع، أنت الكبيرة، أنت العميدة، أنا أقول لك سيدتي، أنا جندي من جيش عمر ابن سعد، أقبلت هذه الليلة، كلفت بحراستكم. لطمت وجهها، صاحت أيوا أخا وعباسا، أمن بعد عين قمر العشير أنت الذي تتولى حراستنا؟ يا أبو الريج يا أبي استدورها، طلعت والريج يا أبي وشافت من بعيد عالخيم حارس، قالت ما شفت وحدة يا فارس، هوت من بيها إنه وما بيها نعلم، قالها يا على المعار اخطفت هالحين ولاحت لسواد يم الحسين، لجن منها سمعت يا زين ابونين يفسر الصخر والحيل تهدم. قال سيدتي انا ما شفت مره، لكن الان مررت بالمعركه فنظرت الى سواده قد خيمت بجوار ذلك الجسد السليم. راحت زينب تصيح رباب أين أنت؟ رباب أقرحتي جفوننا، رباب أجريتي دموعنا. وجدت الرباب جالس على الأرض على التراب، قالت سيدتي زينب النصر.